السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في ال DNA viruses، وفي ال DNA هناخد 2 families بس. هناخد البوكس فيريدي، ومع دكتورة نورة ان شاء الله هناخد الهيربس فيريدي. فالنهاردة ان شاء الله هناخد البوكس فيريدي، وهي سميت كده لان هي بتعمل بوكسز او زي باستيولز او كده على الجلد بتاع الهيومن او الانيمالز. البوكس فيري دي او الفاميلي بوكس فيري دي هتتقسم لـ2 سب فاميليز كبار. احنا هيهمنا السب فاميلي الاولانيه اللي هي الكوردو بوكس فيريني، اللي هي هيبقى تحتيها كل البوكس فيروسز بتاعت الفيرتبري، وهتنقسم لـ6 جينرا. السب فاميلي التانية طبعا بتاعت الحشرات، الانتومو بوكس فيريني بتاعت الحشرات، مش يعني ايه ملناش دعوة بيها. فالسب فاميلي كوردو بوكس فيريني هي دي اللي تهمنا، اللي تحتيها البوكس فيروسز بتاعت الفيرتبري. نيجي نشوف السب فاميلي اللي هي قلنا عليها بتاعت الفيرتبري، اللي بتتقسم من 6 جينوس. الستة جينوس اللي هما الأورسو بوكس والبارا بوكس والكابري بوكس والسوي بوكس والليبوري بوكس والإيبي بوكس. طبعا مش مطلوب منك تحفظ التقسيمة دي كلها، ولكن يعني احنا ان شاء الله هنشرح في جينوس كابري بوكس هناخد اللامبي سكين ديزيز. الجينوس الثالث اللي هو الكابري بوكس فيروس هناخد اللامبي سكين ديزيز او مرض الجلد العقدي. وفي الايفي بوكس هناخد اللي هو الفاول بوكس او اللي هو الجدري، اللي هو في اللي بيجي في الدواجن. خلاص طيب نيجي نشوف التقسيمة دي. الأورسو بوكس فيروس، جينوس أورسو بوكس فيروس ده تحتيه شوية فيروسات زي الفاكسينيا. الفاكسينيا فيروس ده زونوتيك، بيصيب الهيومن والكاو والبيج والرابت. في الكاو بوكس برضو ده زونوتيك يا جماعة، بيصيب الكاو والهيومن والكات والرات. في الكاميل بوكس بيصيب الجمال، والإكتروميليا فيروس بتاع الفيران، وفي المونكي بوكس، وفي مرض تاني في الويسن جيشو ديزيز في الهورس. عايزين ناخد بالنا كان في تبع الجينوس ده كان في المرض او اسمه السمول بوكس فيروس، او في فيروس كان اسمه السمول بوكس فيروس. ده اللي هو كان بيسبب الجدري في الانسان، الجدري الصعب. انا دلوقتي هوريكم الحكاية بتاعته، بس خليكم فاكرين ان هو تبع الجينوس دي، يعني كان في فيروس. طب هو ليه مش مكتوب؟ لانه انقرض. ليه مش مكتوب؟ لانه خلاص ما عادش موجود. كان اخر تحصين ضده كان سنة 1980، اخر واحد اتحصن ضده 1980 وخلاص ما عادش موجود. ده كان بشري بيصيب الهيومن. خلاص يبقى كان في نفس الجينوس اللي هو مع الكاو بوكس، لان دي ليها اهمية دلوقتي. الجينوس الثاني البارا بوكس فيروس برضو في ده مهم لانه زونوتيك برضو. الجينوس ده بيضم الثلاث فيروسات زونوتيك اللي هما السيدو كاو بوكس، او بنقول عليها الميلكارس نوديولز، بتعمل لانه بيصيب الابقار في الادر وفي التيت، فيجي الهيومن يعمل ميلكينج فبتصيبه، فعشان كده اسمه في ايديه، فعشان كده اسمها الميلكرز نوديولز. وفي البوفاين بابولار ستوماتايتس فيروس، وفي الاورف طبعا اللي بيصيب الشيب والجوت والهيومن. الجينوس الثالث الكابري بوكس فيروس ده بيندرج تحتيه الشيب بوكس والجوت بوكس واللامبي سكين ديزيز واللامبي سكين ديزيز. السوي بوكس ده بيصيب السواين، والليبوري بوكس اللي هو ميكزوما فيروس اللي بيصيب الارانب الرابت.
اخر جينوس الـ AV box virus بيصيب كل انواع الـ الطيور زي الفاول بوكس والبيجون بوكس والجوز بوكس والكيل بوكس والتركي بوكس، كل واحد على حسب الايه السبيشيز بتاعه. نخلي بالنا ليه مهم نعرف ان كل جينوس تحتيه ايه الفيروسات، لان كل جينوس يعني كل فيروسات تحت جينوس واحد بيبقى بينهم حاجة اسمها antigenic relationship. يعني الانتيبوديز اللي الجسم بيطلعها بتبقى متشابهة جدا جدا. عشان كده طبعا انتوا سمعتوا انه اللامب سكين ديزيز ممكن احصنه بالشيب بوكس فيروس. ليه؟ هما بيندرجوا تحت جينوس واحد، يعني جينوس كابري بوكس فيروس تحتيه الشيب بوكس والجود بوكس واللامب سكين ديزيز، يعني الانتي بوديز اللي طالعة ضدهم تقريبا واحدة، لان بيبقى فيه 96-97% سيميلاريتي في الدي ان ايه بتاعه. هنا برضو التقسيمة البوكس فيري دي متقسم لاتنين ساب فاميليز كبار، الكوردو بوكس فيري نيل تهمنا فيها 6 جينوس، الأورسو بوكس تحتها الباكسينيا طبعا والكاو بوكس والحاجات، هو هنا طبعا رسمة مبسطة شوية عن الكلام اللي أنا قلته من شوية، البارا بوكس فيها الأورف والبوفاين بابولار ستوماتايتس والسيدو كاو بوكس، وفي الجينوس الثالث الكابري بوكس اللي هو فيه الجوت والشيب بوكس واللامب سكين ديزيز، وفي الايفي بوكس طبعا اللي بيندرج تحتيه كل السبيشيز بتاعت الطيور، والسيوي بوكس اللي هو بتاع السواين، والبوري بوكس بتاع الارانب. لو تفتكروا اللي انا قلت لكم كان في السمول بوكس فيروس، كان في الجينوس الاولاني اللي هو الاورس بوكس كان مع الكاو بوكس، فده كان مرض حتى هو يقال انه رمسيس تقريبا الثاني او كده وجدوا ان هو الموميا بتاعته عليها الاثار بتاعه السمول بوكس وانه توفى بكده. ده الجدري يا جماعه، ده الجدري الحقيقي اللي هو كان طبعا كان يعني بيعمل وباء جامد، حتى كان بيعمل على الجلد بره وكان بيعمل طبعا بلايندنس وكان بيخش جوه على الميوكاس من بين بيعمل مشاكل كبيره جدا، ف كان بيعمل وفيات كتير. طيب امال الجدري اللي هو دلوقتي اللي بياخدوه الاطفال الصغيره دلوقتي، ده اسمه الجدري المائي بالانجليزي chicken pox. chicken pox وده بيسببه فيروس ليس من عائله الجدري، ليس من البوكس فيروسز، ولكن يسببه فيروس تبع الهربس فيريدي، تبع الهربس يسمى الفاريسيلا زوستر فيروس. تاني يبقى لا يصح ان انا اقول على جدري الفراخ chicken pox. الchicken pox اللي هو الجدري المائي، الجدري المائي اللي بياخدوه الاطفال الصغيره اللي هو اللي بنقول عليه مجازا جدري دلوقتي، خلاص اللي هو بياخد اسبوع ولا حاجه ويمشي. لكن الشكل الفظيع اللي انتوا شفتوه في السلايد اللي قبل كده ده كان الجدري اللي هو بيسببه فعلا فاميلي البوكس، كان اسمه سمول بوكس. ده كان يعني ازاي القصة بتاعت الفاكسين بتاعته، عشان برضو اكد لكم ان تحت الجينوس الواحد كل الفيروسات في ما بينها وبين بعضها انتيجينيك ريليشن شيب، يعني بيبقى في سيميلاريتي، بيبقى الدي ان ايه تقريبا لحد 97% زي بعض، فالانتي بوديز اللي طالعه بتبقى تقريبا كان عالم في القرن 18 اسمه ادوارد جينر، ده كان في الوباء اللي هو بتاع السمول بوكس ده منتشر في القرية، ولكن هو لاحظ ان في بنت وهي بتحلب الابقار ما جالهاش،
هي الوحيدة اللي ما جالهاش الوباء بتاع السمول بوكس ده، فهو يعني دور وراها ليه وكده، فهو لاحظ ان هي كانت اصيبت بيه قبل كده بالكاو بوكس، وهي بتحلب الابقار، الابقار كان عندها كاو بوكس، فهي اصيبت في ايديها من الكاو بوكس خلاص، فجالها مناعة، فجالها مناعة يعني ما جالهاش طبعا هو زينوتيك، فجالها مناعة من يعني من الكاو بوكس وبالتالي من السمول بوكس خلاص. فهو استنتج ان هو جات له بقى طبعا يعني فكرة الفاكسين وكده، فخد من بقى ياخد من جلد المصاب، وطبعا بعد محاولات كتير وياخد ويعمل سكراتشنج كده في جلد الناس اللي هم السلام، ويعني زي يكون بيعديهم كده، وبعدين بحيث ان هو يعمل ايه الفاكسين. وطبعا بقت كل الناس بياخدوا الفاكسين لحد ما اخر واحد خالص في العالم الطعم ضد هذا المرض الخطير كان سنة 1980، وخلاص حصل استئصال يعني ما عادش موجود السمول بوكس فاكسين، سمول بوكس اساسا ولا مرض ولا فاكسين خلاص من 1980. ولكن طبعا زي ما قلت لكم لسه موجود نسختين منه فقط في وزارة الدفاع الأمريكية وفي روسيا، على أساس أنه في أي وقت برضو ممكن تطلع كحرب بيولوجية تاني يعني. فده أكبر مثال إنه اللي هم تحت الجينوس الواحد بيبقوا ليهم كلوز انتيجينيك. المورفولوجي شكل الفيروس بقى، طبعا احنا عارفين إن الفيروس هو البوكس فيروس أكبر الفيروسات اللي موجودة، وهو كمان بيبقى كومبلكس يعني التركيب بتاعه بيبقى معقد، مش واضح زي الفيروسات التانية. الشكل بتاعه بيبقى شبه البريك شيب زي قالب الطوب كده، يعني نقدر نقول يعني بيضاوي او لحد ما مستطيل شوية. السايز بتاعه طبعا هو اكبر الفيروسات، الطول بيبقى من 250 ل 350 نانو متر، في عرض 200 ل 250 نانو متر. الاوتر انفلوب بتاعه طبعا بياخده بالبودينج من الجولجي اباريتوس مش من السيل ميمبرين، والانفلوب بيتكون من طبقتين، الثيكر اوتر لاير بيبقى عليها زي ما انتم شايفين في الرسمة حاجات زي سيرفيس تبيولز كده او شورت فيلامنتس، يعني واضحة جدا في الرسمة دي تحت الالكتروميكروسكوب، يعني تحس ان في تبيولز كده رايحة جاية من على سطح الفيروس يعني واضح جدا كده. والثينر لير ده اللي هو بيبقى متكون من الايه الليبيد باي لير. طبعا الكابسيد ولا هو هيليكال ولا هو ايكوزا هيدرال، هو زي ما خدنا الترم الاولاني هو كومبلكس ستراكشر، يعني مش واضح يعني ولا هو هيليكال ولا هو ايكوزا هيدرال. طبعا الجينوم هو سنجل مولكيول من اللينير دبل ستراند دي ان ايه، السايز بتاعه طبعا كبير 180 ل 300 الف بيز بير في السايز، يعني دول بيعملوا كام جين؟ تقريبا حوالي 200 جين. طبعا في كل حال من الاحوال الدي ان ايه فيروسز حجم الجينوم وعدد البروتينات بيبقى اكبر بكتير من الار ان ايه فيروس. طيب السيرفيس اوتر ميمبرين اللي قلنا عليه بيبقى عليه التوبيولز دي او الثريدز دي، يعني ممكن نقول عليها خيوط او ممكن نقول عليها توبيولز، دي بيبقى في الفاميليز دي بتبقى واخده شكلين، يعني مثلا في الجينوس الاورثوبوكس الثريد لايك سيرفيس توبيولز دي بتبقى رايحة وجاية، بتبقى في كريس كروس مانر، يعني رايحة كده وجاية كده تديني شكل أبول أوف يارن، يعني
شكل كرة الصوف، عارفين كرة الصوف كده لما بتبقى الخيوط رايحة كده وجاية كده، فدي بتديني الشكل ده زي الشكل اللي هو الرسمة اللي فوق كده. في الجينوس مثلا البارا بوكس فيروسز، بيبقى التوبيولز دي بتبقى متجمعة بحيث بتديني شكل الايه، شبه التوت المالبري زي الرسمة اللي تحت كده، بتديني شكل الايه التوت. الستراكشر بقى لما نيجي نشوف الستراكشر بتاع الفيروس من جوه برضو يعني معقد، برضو بيتكون من الكور الاحمر اللي انتوا شايفينه ده، خلينا على الرسمة اللي هي على الشمال، الكترون دنس. الكترون دنس يعني تحت الالكترون ميكروسكوب الحتة دي هتبان غامقة زي ما هنشوفها دلوقتي، هوريكم الرسمة تحت الالكترون ميكروسكوب، يعني الحتة الحمراء دي يا جماعة هتبان غامق تحت الالكترون ميكروسكوب. سنترالي لوكيتد، موجودة في السنتر بتاع الفيروس، باي كونكيف كور، اسمها كور او اسمها نيوكليويد، يبقى الحته الحمراء دي الباي كونكيف دي اسمها كور او نيوكليويد، وبتبان غامق تحت الالكتروميكروسكوب. النيوكليويد دي محاطه بكور انفلوب، اهو زي ما مكتوب على الرسم عندكم تحت اهو على الشمال خالص، مكتوب الكور انفلوب ده بيبقى عباره عن دبل اوتر ميمبرين من الفوسفوليبيدز والبروتين، خلاص يبقى الكور ومحاط بالكور ده محاط بانفلوب حوالين الكور. حوالين النيوكليويد او الكور ده على طول شايفين الخطوط دي اللي معمولة بالاخضر، دي عبارة عن وايد كلير زون showing a palisade structure in the form of fine short regularly arranged spike. هو بيقول لك palisade structure يا جماعه يعني زي السور، هي فعلا شبه السور، يعني الخطوط الخضراء دي او الزرقاء دي عامله لي palisade structure، حاجه عامله لي fine short regularly appearance كده من السبايكس دي، عامله لي شبه السور خلاص. في بقى فوق وتحت اتنين lateral bodies دي، فوق occupying each concavity of the nucleoide فوق وتحت، في حاجتين اسمهم lateral bodies دول of unknown function، يعني ايه الفانكشن بتاعهم احنا مش ايه مش عارفين. طبعا بره خالص خالص بيبقى الايه الانفلوب اللي احنا قلنا عليه اللي بيتكون من طبقتين، وفوق بيبقى فيه السيرفس تبيولز اللي احنا ايه قلنا عليهم دول. على الرسمة الناحية اليمين نفس الكلام، بس ايه يعني هو من زاوية تانية. طبعا الكور ده يا جماعة اللي هو بيبقى جواه الجينوم، الكور بيبقى هو جواه الايه الدبل ستراند دي ان ايه جينوم خلاص. يبقى الرسمة ايه رسمة مهمة ببياناتها ده تحت الالكترون ميكروسكوب اهو، سبحان الله زي الرسمة بالظبط اهو، الالكترون دنس كور او نيوكليويد اهو واضح جدا تحت الايه الالكترون ميكروسكوب، والاتنين لاترال بوديز اللي هو مكتوب عليه ال بي اهو، ال بي اللي هو اللاترال بوديز، الاتنين لاترال بوديز ظاهرين، والسي اللي هي الكور برضو ظاهرة واضحة اهو، برضو رسمة تانية ايه مش رسمة هي صورة تحت الالكترون ميكروسكوب. البوكس من الحاجات اللي بتبقى واضحة جدا تحت الالكترون ميكروسكوب، يعني في التشخيص واضح جدا هو الريبس يعني. طبعا الفيروس هو دي ان ايه فيروس، المفروض ان الدي ان ايه فيروسز بتعمل ريبليكيشن في النيوكليوس، والار ان ايه فيروسز بتعمل ريبليكيشن في السيتوبلازم، ده المفروض. طبعا في exceptions، من الاكسبشنز دي المهمة اللي هو البوكس فيروس، خلي بالكو. يبقى البوكس فيروس مع انه دي ان ايه فيروس ولكنه بيعمل ريبليكيشن في السيتوبلازم، ليه؟ ليه السؤال ده بيجي على طول ليه؟ يبقى the replication of pox virus is unusual for a virus with double strand DNA genome، بالرغم من انه DNA genome ولكنه بيعمل replication في السيتوبلازم، ليه؟ او الاجابة اهو باللون الاحمر، لانه البوكس فيروس have its own machinery for genome transcription، يعني هو عنده الانزيم اللي هو الترانسكريبتيز انزيم بتاعه اللي هو الدي ان ايه
dependent RNA polymerase، هو عنده مش محتاج ان هو ياخده من الخلية خلاص، فعشان كده مش محتاج ان هو يعمل replication في النيوكليس خلاص، يعني هو encodes يعني عنده الجينوم بتاعه encodes لل الانزيم ده يا جماعة، عشان كده هو بيقدر يبقى independent عن النيوكليس بتاعة الهوست سيل ويعمل replication في السيتوبلازم، لأنه عنده its own transcriptase enzyme خلاص. طيب الهيم اجلوتينيشن، هل بيعمل هيم اجلوتينيشن ولا لا؟ ايوه بيعمل هيم اجلوتينيشن، ولكن في ملحوظه مهمه جدا، ان هو لو انا جبت العينه اللي فيها الفيروس ورحت عامله سنتريفيوجيشن جامد، الهيم اجلوتينين سبايكس دي هتنفصل من الفيروس، هتنفصل من الفيروس يعني سيبرابل، مش زي بتاعه الانفلونزا كده. فاجي اعمل بعد ما عملت سنتريفيكيشن اجي اعمل الهيم اجلوتينيشن تيست الاقيه بيديني نيجاتيف خلاص، يبقى الافتر سنتريفيكيشن الهيم اجلوتينين دي doesn't present في البيوريفايد بريباريشن اوف الفيروس خلاص، بيعمل هيم اجلوتينيشن للار بي سيز بتاعه التشيكن والتركي طبعا، مفيش ما بيعملش اليو. الجنرال بروبرتيز يعني هو خلي بالكو الكل الدي ان اي فيروسز بتبقى مور ستيبل عن الار ان اي فيروسز، بتبقى طبعا لانها دبل ستراند بتبقى يا جماعه ريزيست كتير عن الار ان اي فيروسز، ريزيست للحراره وريزيست للدراينس الى حد كبير عن الار ان اي فيروسز. هنا البوكس فيروس ممكن اعمله ديستروينج عند 60 درجة لمدة 10 دقايق في المويست ستيت، يعني في الحالة الرطبة، ريلاتيفلي ريزيستنت للهيت في الدراي ستيت ممكن يقعد لحد 100 درجة لمدة 5 دقايق، حساس لل50% كحول والبوتاسيوم برمنجانيت لمدة ساعة. طبعا نقطة مهمة جدا في عشان نعرف ان ازاي الفيروس يعني بينتشر، ان هو لما حتى بيحصل ديسيكيشن للعينة بيبقى هو very resistant يعني can survive في dried scabs for very long period، يعني dried scabs اللي بتقع من البيرد او اللي بتقع من الكاو او كده بيقعد فيها فترة طويلة جدا ممكن توصل لشهر خلاص، يعني مش معنى ان في دراينس او في تحلل ان هو الفيروس هيموت، لا بيفضل يعني ايه ريزيست فيها. الانتيجينيك بروبرتيز زي ما قلت لكم في الاول خالص في تقسيمة الجينوس، there is extensive cross neutralization and cross protection ما بين الفيروسز اللي هما تحت الـ same genus only. يعني ايه cross protection و cross neutralization؟ يعني ممكن استخدم واحد كفاكسين لواحد تاني، يعني ممكن استخدم زي ما استخدمنا كده الكاو بوكس فيروس ان انا حصنت ضد السمول بوكس فيروس، زي ما هستخدم الشيب بوكس فيروس ان انا احصن ضد اللامبي سكين ديزيز، لان دول تحت الجينس واحد خلاص. كل الفيروسات اللي تحت الجينس الواحد بيبقوا حوالي 97% الدي ان اي بتاعهم شبه بعض، فبيبقى الانتي بوديز تقريبا شبه بعض، فبيحصل ممكن بيدوني كروس بروتكشن خلاص. دي مهم. هنيجي بقى نشوف الجدري الطيور الافيان بوكس ديزيزز اللي هو بيشمل كل السبيشيز تحت اللي هي اي سبيشيز من الطيور. الافيان بوكس بيحصل صورة المرض في صورتين زي ما انتم شايفين في الرسمة، في الدراي فورم او دراي بوكس او الكوتينيوس بوكس اللي هو بيحصل على الجلد، ده هو الموست كومون فورم
ده بيبقى فيه بيبقى وارت لايك ليجونز، بيبقى على النون فيزرد سكين، كل الاجزاء اللي هي مش عليها ريش، يعني حوالين العين، عند البيك، او في اي مكان ما فيهوش ريش. طبعا على حسب ما هو موجود فين الليجون، على حسب ما هيؤدي لي يعني ايه صعوبة، مثلا لو عند العين هيبقى صعوبة في انها تشوف، فبالتالي مش هتعرف تاكل، وهكذا. لو في عند البيك مثلا في بريسنج او فيدنج، على حسب مكان الموجود فين هتعملي مشكلة فين. في الاخطر اللي هو الدفتريتك او الويت بوكس، اللي هو ده بقى الليجونز هنا بتبقى على شكل الدفتريتك ليجونز، على بقى الميوكاس ممبرين بتاع الماوس والثروت، هنخش جوه بقى، والتراكية واللانجز، وتعملي بقى برضو ولا هي عارفة تاكل ولا تعمل سوالوينج ولا عارفة تعمل بريسنج، ودي بقى ده اللي بيؤدي لإيه أكتر الوفيات، وده اللي هو الأخطر. هنا دي صور للكوتينيوس، الكوتينيوس بوكس، هنا في فوق في التشيكن، وهنا تحت في التركي، وفي في البيجون، كل ده على الايه على الجلد. ده الكوتينيوس او الدراي بوكس. ده هنا الويت بوكس، طبعا دخل جوه عند الميوكاس ممبرين بتاع الدايجستيف ريسبيراتوري تراكت. طبعا الصورة اللي هي على اليمين تحت بتلاقي التراكية كلها فيها ديفتريتك ليجونز، وبتلاقي فيه كيزياس بلاكس، دي بيعمل وفيات بقى نتيجة السفوكيشن، نتيجة الاختناق، ممكن تلاقي فيه حصل اختناق وفجأة ايه سادن ديس بسبب الفاول بوكس. ماشي يا جماعة، واتفقنا نقول فاول بوكس تشيكن بوكس غلط، لفظ تشيكن بوكس دي حاجة تانية خالص، اللي هو الجدر المائي في الإنسان. الترانسميشن اوف الفيروس، طبعا دايركت كونتاكت ما بين الطيور المصابة والطيور السليمة، او حصل انجيشن اوف كونتامينيتد فود اند ووتر بالحاجات اللي هي ملوثة من الانفكتد بيردز، او كونتاكت بالكونتامينيتد سيرفيسز برضو الملوثة من الحاجات اللي هي من الكونتامينيتد من الانفكتد بيردز زي الفيدرز. طبعا الفيروس بيخش عن طريق الابريدد سكين، لو في اي خرابيش او اي حاجة في السكين. طبعا من اهم العوامل اللي بتنقل الفيروس اللي هي الانسكتس، بس هي زي الناموس، بس هي بتنقلها كميكانيكال فيكتور. يا جماعة ميكانيكال فيكتور يعني بنقل من هنا لهنا من غير دورة حياة في الانسكت، يعني only mechanical vector. الكالتيفيشن، لو انا عايزة ازرع الفيروس عايزة انميه هيبقى فين؟ طبعا زي ما انتوا فاكرين في الترم الاول في العملي، هزرع في البوكس فيروس هزرعه في البيض في الامبريونيتد تشيكن اكس في الكوريو الانتويك ممبرين، وهيديني very characteristic lesions اللي هي البوك ليجونز. البوك ليجونز، فاكرين البوك ليجونز؟ البوك ليجونز اللي عبارة عن كانت خلايا ميتة بتظهر باللون الابيض، خلايا ميتة على الكوريو الانتويك ممبرين. خلاص، البوك ليجونز دي بتختلف في السايز، زي ما انتوا شايفين تحت على الشمال الخلايا الميتة دي او البوك ليجن صغيرة صغيرة، بيضة كده صغيرة وكتير، في الرسمة اللي في النص كبيرة، يعني شايفين البيضة اهي لسه قبل ما اطلع الكوريو الانتويك ممبرين هو لسه سليم في البيضة، بس البوك ليجنز كبيرة. فبتختلف في السايز، بتختلف في الشيب، بتختلف في الكالر، فممكن استخدمها for rapid identification of the virus. بعضهم بتبقى small وgray box lesions، وفي الكاو بوكس فيروس بيعمل لي hemorrhagic box lesions زي الرسمة اللي هي على اليمين خالص. الكاو بوكس فيروس بيعمل لي characteristic hemorrhagic box lesions،
خلاص يبقى ده لو انا زرعت على البيض هيديني البوك ليجونز على الكوريو الانتويك ميمبرين. طيب لو انا زرعت على التيشو كالشر، التيشو كالشر طبعا هيبقى من الافيان اوريجين، هتبقى الخلايا جايه من الافيان زي التشيكن امبريو فايبروبلاست، تشيكن امبريو ديرمس، تشيكن امبريو كيدني سيلز. ايه اللي هيحصل في الخلايا؟ هيحصل راوندينج و ديجنريشن ونكروزس للخلايا. طيب في حاجه كاركترستيك، ايوه في حاجه كاركترستيك جدا في حاله اللي هي الافيان بوكس او الفاول بوكس، اللي هي في انترا سايتوبلازميك انكلوجن بوديز. طبعا هو بيعمل ريبليكيشن في السيتوبلازم، يبقى هيبقى في انترا سايتوبلازميك انكلوجن بوديز. تاني نفكركوا تاني، الانكلوجن بوديز دي عبارة عن بروتينات من الفيروس موجودة في مكان ما هو كان بيعمل ريبليكيشن، بروتينات وليس فيروس كامل يا جماعة، بروتينات يعني قطع من الكبسيد وانزيمات وحاجات، بروتينات موجودة بتتجمع مع بعضها كده وتعمل لي ايه شكل بوديز. فهنا فاكرين في الريبس كانت النجري بوديز، هنا هيبقى اسمها البولينجر بوديز، برضو نسبة الى عالم الباثولوجي الالماني بولينجر. خلاص فاهو هنا السهم مشاور عليها اهو، يبقى البولينجر بوديز دي عبارة عن انتراسيتوبلازميك انكلوجن بوديز موجودة في حالة الاي في بوكس فيروس. خلاص على العموم هو بيعمل في التيشو كالشر هيعمل بالونينج، هتلاقي الخلايا كده حصل لها بالونينج زي ما انتوا شايفين، زي فاكيول كده، زي ما يكون في يعني عمل فاكيول كبيره وجواها هلاقي فيه اللي هو الايه الايزينوفيليك انتراسيتوبلازميك انكلوجن بوديز اللي هي البولينجر بوديز دي. اللابوراتوري دايجنوزيس، هعمل دايجنوزيس ازاي؟ طبعا هاخد السامبل، اول حاجه هاخدها منين؟ هاخد من السكين سكرابينج او الكراست الموجوده، او في حاله الويت بوكس هاخد من ديفتريتيك ليجنز. عايز تعمل فيروس ايزوليشن يبقى على الكوريو الانتويك ميمبرين في البيض او بالتيشو كالتشر. ممكن طبعا الحاجه اللي هي بتبقى واضحه جدا اعمل دايركت ديتكشن للفيروس باستخدام الالكترون ميكروسكوب، طبعا دي بتبقى حاجه واضحه جدا، يعني شكل الفيروس بيبقى واضح جدا ان هو بوكس مفيهاش كلام. عايز بقى تعمل مثلا اجار جيل بيرسبتيشن تيست او الاليزا عشان تعمل ديتكشن للفيروس. عايز تعمل الاميونو فلوريسنس او الفلوريسنت انتي بودي تكنيك برضو عشان من السكين ليجنز عشان اعمل ديتكشن للفيروس. ممكن اعمل السيرولوجيكال تكنيكس عشان اعمل ديتكشن للانتي بوديز. طبعا ممكن اعمل بقى هيستوباثولوجي عشان اعمل ديتكشن للبولينجر بوديز من الكوتينيوس ليجنز او ديفتريتيك ليجنز باستخدام الاتش اند اي ستين. طبعا لو بقى عايز حاجات سريعه تبقى الايه البي سي ار، بي سي ار وايه ممكن اعمل سيكونس. الفاكسينز اللي احنا بنستخدمها ممكن استخدم الفاول بوكس فاكسين، بيبقى جاي من التشيكن امبريو اوريجين يعني متمرر في البيض. خلاص بيبقى لايف فاكسين، او ممكن استخدم الاتنيويتد فاول بوكس فاكسين بيبقى تيشو كالشر اوريجين، بيبقى متمرر في التيشو كالشر وده بيستخدم في التشيكس الصغيرة. او ممكن كمان احصن الفراخ بالبيجون بوكس فاكسين، برضو ده بيبقى في التشيكن امبريو اوريجين، ده بيجون بوكس فاكسين ممكن احصن بال حصن بيه التشيكن، لان هم احنا قلنا هم تحت جينوس واحد، يبقى اذا في انتيجينيك ريليشن شيب ما بينهم. خلاص طيب احنا كده خلصنا الفاول بوكس او الافيان بوكس. برضو نبص على يعني ناخد فكره عن اللامبي سكين ديزيز. الاختصارات يا جماعه خلي بالكم من اختصارات الامراض، اللامبي سكين ديزيز
فيروس او له اسم تاني اللي هو النيسلينج فيروس. ده اكيوت وفيبرايل انفكشس ديزيز اوف كاتل، بيتميز بيه انه هيحصل سكين نوديولز اوف فارينج سايز. السكين نوديولز دي بعد كده بيحصل لها نكروزس. طبعا المرض ده بيسببه اللامبي سكين ديزيز فيروس التبع جينوس الكابري بوكس فيروس التبع فاميلي بوكس فيريدي. بيصيب ايه؟ بيصيب الكاتل of all ages and breeds. هو بيصيب الابقار يا جماعة. طبعا الابحاث والكتب بتقول ان هو بيصيب، مفروض يصيب البافلو برضو، لكن هو على يعني على ارض الواقع انه نادرا جدا ما بيصيب البافلو. كل ما يكون اللي هو الفاين سكيند كاتل، لما يكون الابقار بتبقى السكين بتاعها فاين زي الهولشتاين فريزيان او الجيرسي، هم دول بيبقوا الموست سسبتابل. لكن اللي هو الثيك اللي بيبقى السكين بتاعها ثيك زي الافريكانر كده، بيبقى هم يعني مش سسبتابل قوي. وهم بيقولوا ده عشان بيبقوا مش سسبتابل للإكتوباراسايتس اللي هي اساسا السبب في نقل المرض. يعني هو لان الجلد بيبقى سميك فمش بتبقى عرضة قوي للإكتوباراسايتس اللي هي سبب اساسي في نقل المرض. الاعراض بتبقى طبعا في فيفر، في انلارجد superficial lymph nodes، طبعا المالتيبل نوديولز، النوديولز دي بتبقى من 2 ل 5 سنتي في الدايمتر، بتبقى موجودة على السكن والميوكوس ميمبرينز، على السكن، وممكن تبقى موجودة على الميوكوس ميمبرين بتاع respiratory tract والجي اي تي. بعد كده ممكن كمان تحول ulcerative lesions في الميكوزا بتاع الاي والنوز والماوس والجينيتالي. بعد كده في يعني كتبعيات للمرض، هيبقى في سويلينج في الليمس وفي ليمنس، هيبقى في سيفير ديكريز في الميلك برودكشن، هيبقى في انفيرتيليتي، لو هيبقى في لو الكاو بريجننت هيحصل في ابورشن وهكذا. طبعا الموربيديتي بتبقى كبيره، يعني نسبه الاصابه كبيره، ولكن المورتاليتي بتبقى لو، يعني ما فيش وفيات منه كتير. الترانسميشن اوف ذا ديزيز، اهم حاجه اللي هو البلاد فيدنج انسكت، اللي هي الانسكت اللي هي مصل الدماء زي الموسكيتوس والفلايس والتيكس، هي دي بتعمل كميكانيكال فيكتورز انها بتنقل المرض. طبعا الفيروس بيبقى موجود في الدم وموجود في النيزل ديستشارج وموجود في اللاكريمال سيكريشنز، موجود وجدوه في السيمن وجدوه برضو في السلايفا وجدوه برضو في الميلك، فممكن برضو يتنقل للساكلين كافز عن طريق الانفكتد. اللامب سكين ديزيز برضو واخد نفس طبعا البروبرتيز بتاعت الفاميلي، فالسايز بتاعه بيبقى 300 × 350 نانومتر، الشيب برضو بيبقى بريك او اوفال في الشيب، الدي ان ايه دبل سترين طبعا دي ان ايه حوالي 150 كيلو بيس بير في السايز، كودينج لحوالي 156 جين. الاوتر كوت احنا قلنا بيبقى هو بيبقى من بره شبه الايه المالبري زي التوت كده. طيب الفيروس ده طبعا هو سسبتابل للسان لايت، واي ديترجنت بيحتوي على ليبيد سولفنت زي الايثر والكلوروفورم، ولكن في حالة بعده عن أشعة الشمس المباشرة في الدارك environmental conditions زي في يعني الانيمال شيدز ايا كان، ممكن ريزيست فور شهور.
احنا قلنا الدي ان ايه ريزيست الدراينس وريزيست الديسيكيشن، فلو هو موجود في الانيمال شيدز في غير شمس مباشرة ممكن يفضل بالشهور موجود. يعني هم وجدوا ان هو ممكن يقعد في النودولار سكين ليزونز دي لمدة 33 يوم، ممكن يفضل في النودولار سكين ليزونز لمدة 33 يوم خلاص. طيب ممكن يحصل له inactivation عند 56 درجة لمدة ساعتين، يعني ساعتين يا جماعة مش نص ساعة، 65 درجة لمدة نص ساعة. طبعا سسبتابل للالكالين والاسيديك بي اتش. وجدوا انه الريبيتد فريزنج والثاوينج، يعني ان انا يعني معايا عينه واطلعها من الفريزر واسيحها اطلعها واسيحها، ما بتقللش في التتر بتاعه، يعني مش بتاثر عليه. بيستحمل برضو ان هو يبقى في الجلسرول سالاين او في التيشو كالشر فلويد لو انا سبته فيه حتى في التلاجة في 4 درجات لمدة 6 شهور. يعني انتوا شايفين قد ايه هو يعني ريزيست الانتيجينيك بروبرتيز. هو له immunological type واحد بس اللي هو اللامبي سكين ديزيز فيروس اللي هو بنقول عليه برضو النيسلينج فيروس، ولكن في كلوز انتيجينيك ريليشن شيب مع الجود بوكس والشيب بوكس فيروس، يعني في من حوالي من 96 لـ97% نيوكليوتايد ايدنتيتي معاهم. يعني ايه نيوكليوتايد ايدنتيتي؟ يعني نسبة النيوكليوتيدات في الدي ان ايه 97% منها متشابه ما بين الشيب بوكس والجود بوكس. الفاكسينز اللي هنستخدمها ممكن استخدم هومولوجس فاكسين اللي هو رقم واحد لايف اتنيويتد فاكسين من النيسلينج فيروس، هومولوجس يعني من نفس الفيروس من اللامبي سكين ديزيز فيروس، او استخدم هيترولوجس يعني مش نفسه يا فيروس تاني اللي هو الشيب بوكس. ممكن استخدم لايف اتنيويتد فاكسين من الشيب بوكس فيروس ولكن برضو هيدي مناعة لانه هو متشابه معاه بنسبة 97. الكالتيفيشن لو انا هنزرع الفيروس طبعا هزرعه في البيت برضو وهيديني الكاركترستيك بوك ليجونز. لو احنا هنتشو كالشر طبعا لامبي سكين ديزيز، يبقى انا في الحالة دي هجيب خلايا جاية من القاف زي قاف كيدني او اللامب كيدني او البيبي هماستر كيدني، وبرضو هيبقى في الانترا سايتوبلازميك انكلوجن بوديز وهيحصل هيم ادزوربشن للار بي سيز خلاص. اللابوراتوري دياجنوزس السامبل هاخدها من السكين نوديولز من السكابس من الكراستس من الدم من السلايفا من الاوكولار او النيزل ديستشارج. طبعا هعمل الالكتروميكروسكوب عشان اشوف الكاركترستيك شيب بتاع البوكس فيروس او الصورة على اليمين. ممكن اعمل فيروس ايزوليشن زي ما شوفنا في السلايد اللي فاتت، سواء على البيض اشوف البوك ليجنز او على التيشو كالشر هيبان للانتراسيتوبلازميك انكلوجن بوديز. سيرولوجيكال تكنيكس عشان اشوف الانتي بوديز زي السيرم نيوتراليزيشن تيست. ممكن اعمل بقى بي سي ار او ممكن اجيب من الكراستس او السكابس واعمل اسبغ بالاتش ان دي اي اعمل هيستولوجيكال اكزامينيشن هيبان لي الكاركترستيك بالونينج زي ما انتم شايفين في الرسمة والليبيديرمال دي جينيريشن مع ظهور الكاركترستيك زينوفيليك انترا سايتوبلازميك انكلوجن بوديز في الابيديرمس والفولوكولار ابيسيليوم. احنا كده خلصنا المحاضرة وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.